السلام عليكم، مساكم بخير. من الحاجات اللي أثرت فيني نفسياً اليوم الصراحة، يعني أنا عندي 4 أو 5 أسماء من أخوياي أشتمهم في السناب شات دائماً، يشكل بينهم الشتاء دائماً، يعدل بينهم. منهم محمد الروقي أبو سالم، واليوم متعشين عنده وأقول له تراني بمشي بسرعة والله عشان عندي سنابات. قال طيب دق 5 دقائق دقيقة. أنا اللي واحد المفروض يستحقين شتم هنا هو أنا، فقال لي 5 دقائق لا تروح. بس يوم جيت ودخلت المجلس اللي هم حاط النظاة ومركب الطاولة وحاط الكرسي ومفضي المجلس علشان صك الباب عشان الصوت، يعني حرجتنا والله بسالم. يعني تعرف البيت اللي يقول ترديت لكني ترديت في رجال لي طب تعلم وانت رديت ما علم. سلام. هو ستاند اللي يهتز ولا انا راسي اللي يهتز؟ دقيقة واضح انه من مصفوطيه ابو سالم الاستاذ من يرج. المعلومه اللي انا بقولها لك اليوم، انا ما ابي اطول عليك في السنابات، ولكن انا ادري ان المعلومه اللي بقولها لك 90% منكم ما يعرفها. يوم حكم الملك فيصل الله يرحمه كانت قدامه مشكله، كانت قدامه وحده من الصعوبات، ان هو حاكم في صحراء، منطقه كبيره اغلبها صحراوي، والصحراء فيها باديه اعداد هائله جدا، قدرات بشرية عقول نيرة جدا، ولكن ما يقدرون يقعدون في مكان واحد، بادية يشدون ينزلون يتنقلون من مكان إلى مكان، يعني يتبعون المطر والخير. يعني أنا ودي هو وده يستقر، هو وده يثبت ويستقر، بس طبيعة حياته من أبد الدهر وهو يشد وينزل. أباعري وحلالي لازم أدور الربيع. كان الملك فيصل الله يرحمه ما تخفى عليه تفاصيل البادية، عايش مع البادية ويعرف مشاكلهم ويعرف أن هذه طبيعة حياتهم. فجمع 1000 أسرة من البادية، من البادية يشدون ينزلون يلحقون باعرهم. قال أنا بوفر لكم اللي تبونه، ولكن علموني أنتم مش احتياجاتكم. قالوا حنا ما نبي نشد وننزل، متعب أساسا لنا أن نشد في مكان وننزل في مكان ونلحق الربيع، يعني حنا ودنا نشارك في نهضة البلد، نشارك بقدرتنا الذهنية والجسدية، ولكن أنت شايف طبيعة حياتنا، حنا لازم نلحق الربيع، لازم نلحق الخير علشان مواشينا ما تموت، لأن هي بعد الله مصدر رزقنا. فطرت على الملك فيصل الله يرحمه الفكرة والمشروع. فعلى طول في نفس ذيك السنة اللي هي عام 1963، قال الملك فيصل الله يرحمه الوزير الزراعة ذاك الوقت اللي هو حسن المشاري، قال أبي منطقة مناسبة تكون في المنطقة الشرقية، أبي أحط فيها 1000 أسرة من البادية، أبي مشروع توطين البادية هناك، أبيهم يكونون في المكان ذاك، كل الخدمات متوفرة مناسبة لهم، أرض صالحة للعيش مناسبة تماما للبادية. فوزير الزراعة تواصل مع أرامكو وقال أبي المواصفات هذه الأرض في المنطقة الشرقية، أبيها تكون مناسبة تماما. فطلعوا أرامكو مهندسينهم وبدوا يجولون في المنطقة الشرقية، فلقوا منطقة بجنب حرض، قريبة من حرض، فيها المياه الجوفية قريبة مرة من الأرض، بمنسوب عالي وبجودة عالية، ودرسوا التربة ولقوها التربة الصالحة للزراعة عظيمة، قالوا هذه. فحددوها ان المكان ذا يكون مشروع توطين البادية في حرض، يكون في المنطقة هذه. وبالفعل جابوا 1000 أسرة وحطوهم في المنطقة ذيك، وبنوا لهم بيوت، وبدوا ياخذون عيالهم يدخلوهم مدارس، الاطفال اللي ما درسوا واللي كانوا يشدون ينزلون مع اهلهم دخلوهم مدارس، وبدوا يعلمونهم يدرسونهم، الكبار فيهم بدوا يعلمونهم عن هندسة حفر الابار، وتعلموا وحفروا ابار، فطلع هائل. مش تستفيد منه، بدأوا يعلمونهم الهندسة الزراعية وبدأوا يصلحون مزارعهم، يعني ما عاد في حاجة انك تشد وتنزل لأجل الربيع، انت تزرع وتصلح اكتفاء ذاتي. فبدأوا بزراعة يعني المحاصيل الحقلية، مثلا شعير وقمح، بدأوا بعدها يزرعون فواكه، عنب، خوخ، أشجار ليمون، قصب سكر، بدأوا يزرعون خضروات، خيار، بطاطس، بصل، باذنجان. بدأ يجي فيه نهضة، بدأ يجي مجتمع حيوي مرة. فقالوا دقيقة، ما دام رضيت كذا احفروا أبار زيادة، في ثروة صارت في المكان هنا، عقول عظيمة. فبدأ الموضوع يكبر، اللي دربوهم من أبناء البادية أصبحوا كفاءات في مجالاتهم، دربوهم على الهندسة، هندسة الري، هندسة الزراعة، هندسة، بنوا أبراج خراسانية وحطوا مصدات، بدوا يستفيدون من الرياح في عمل الكهرباء، بدأ إنتاجهم يصير في وفرة هائلة. الموضوع تغير لين صدر مرسوم ملكي في عام 1978 بأن المشروع ده يصير شركة، ذولي أنتم تصيرون شركة فيها أرباح وفيها إنتاج وفيها، يعني فسموها شركة حرض للإنتاج الزراعي والحيواني.
شركة مستقلة الحكومة تملك 25% منها والباقي المستثمرين، يعني وبدت تضخم الشركة وبدت تكبر. يعني الموضوع ما هو موضوع توطين بادية، بس صار استثمار هائل. موضوع شركة حرض اللي تضخم وانتاجها الهائل ما وقف هنا. شركة حرض كان يشوف فيها الوزير في عام 1981 اللي هو الوزير الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ شركة بتسبب اكتفاء ذاتي غذائي للمملكة. وكان العالم يقولون كيف وانتم دولة عندكم قلة مياه جوفية تصير عندكم شركة زراعية تسبب الشيء ذا؟ وبالفعل في وقت الملك خالد بتوجيهه في عام 1981 قرر الملك خالد الله يرحمه أن الشركة يتغير مسماها إلى الشركة السعودية للتنمية الزراعية ناتك. تأسست ناتك، ناتك أول شركة زراعية سعودية مساهمة برأس مال قدره 400 مليون. بداية نادك كان من أيادي الوضع، من أيادي مشروع قام به الملك فيصل. نادك تأسس مرسوم ملكي. صدر اليوم مرسوم ملكي تم بموجبه تحويل شركة حرض للإنتاج الزراعي والحيواني للشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك. وذلك من قديم حرثنا أرضها ورمالها، نثرنا بذورها مالها، سقينا الوفا بجذورها، وكنا غيمها وهمالها. من لحظة المرسوم كان دربنا مرسوم، خطت أيادينا ملامح أمسها، واليوم نمضي وننعم فيه ونعيش فيه. والمقيم لهذه الأرض طيبة من دواء وغذاء، وطن طيب السيرة ووصل للهدف اللي قصد. هذه يا أخوان بكل بساطة قصة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك، كيف تحولت من مشروع توطين إلى شركة ما سببت اكتفاء ذاتي محلي، بس شركة تصدر عالميا بدت بأيادينا. عذرون على الإطالة، عذرون على قصور، نشوفكم على خير، فمان الله.